السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو السابق لما كنا بنتكلم على برنامج ايكويست انرجي سيموليشن، شوف صرحنا الشاشة ديت ان احنا ندخل هنا الداتا. هسيب لكم الفيديو اسفل الشرح بتاع الفيديو دوت. طيب هنا بعد ما خلصنا ادخال البيانات كلها بدخل على نيكست سكرين. خلي بالك ان انت مش لازم تاخد ال 41 شاشة، يعني ممكن تقول له فينش وهو بيفترض القيم الافتراضية اللي موجودة عنه. طيب من هنا نختار بقى شكل المبنى اللي احنا هنشتغل عليه، مثلا بالشكل دوت، وكل واحد بتختاره هو اوتوماتيك بيبدأ يعدل لك الداتا اللي هو محتاجها. يعني هنا محتاج هنا اكس 1 واكس 2 واكس 3، خلاص بيقول لك دخله. لو انت قلت له انا عايز ال فهتلاقي ان هو محتاج اكس 1 واكس 2 بس، تمام. وهنا الزونينج اللي احنا هنشتغل عليها هتبقى 1 بير فلور، يعني هي كل فلور واحده بس، ولا بواي اكتيفيتي اريا. البلاد نورس بتاعك اتجاه، خلي بالك اتجاه السهم اهو بيبدا ان هو يتغير. عندنا الفلور هتحسبه ازاي، من الفلور للسيلينج او من الفلور للفلور هيبقى قد ايه، تبدا تدخل القيم هنا. وهنا الزون نيم هتبدا بقى تدخل، لو عايز تبدا ان تسمي هتخليها كونتينيو. هنا الروف ممكن بقى تقول له كرييت نيو كونستراكشن، وتبدأ ان انت تختار اسم وتختار الخصائص بتاعته. وكذلك الاكسترنال وول الحوائط الخارجية، وهنا بيدي كل واحدة فيهم القيم زي ما نشوف مع بعض. وتقدر تعمل تخصيص للروف اللي عندك، الزاوية بتاعته والميول وهل هيبقى بارز وكل الحاجات دي من هنا. وكاستم روف فوت برنت تقدر انت تتحكم فيها برضو من الشاشة دي. زي ما قلنا ممكن خلاص خلص هتقول له فينش وتبدأ تدخل في الخصائص، او تقول له نيكست سكرين وتبدأ تشوف ايه الداتا اللي مطلوبة منك، تمام. هي في قيم افتراضية لكن من حقك ان انت تدخل على كل واحدة فيهم ان انت تعدل فيها. مثلا الخصائص بتاعت الروف سيرفيس، الكونستراكشن تقدر تختار الكونستراكشن، الجراوند اريا تسيبه جار قد ايه، الانتيريور فينش تقدر تختار النوع بتاعه، وهكذا.